عايز نسمع خير السيد الشخصية. أي نور يا جسعة ده صاحبي. ها هو قيل اليوم الطقس سخون. يا ولدي برجولية الطقس دي متاع بحر. أي ما لازم نعمل تبحبيحة. اسمعني. كأنك تعرف تعوم نمشيو للكازينو. وكأنك ما تعرفش وخواف تو نطلع الشفر. يا أخي مش قلت لي عن مشروع التبرورة ولا وشي. يا ولدي ريتو كان مشروع التبرورة في بيلي مربر جاء وزير عم فيه وقهو. يا أخي كل وزير يعرف يعوم. تي مشلكك يا ولدي انت ماك فاهم حدشين. التبرورة كل غرم اتساق تغرق الأخرى. ايه كيفاش سيدي ماك مشيت لي باش نعوم. ايش بالربي توا نزق لي شفار وبرا. وبعيد ضفايا الشفار. السويعة بالمطور نكونوا غادي. وايش زي الشخصية؟ يا أخي المطور توصل. عايزكت عليا. تو نمشيكوا عايبي للكورنيش وبرا. وش اللي وفاه الكورنيش سيدي؟ هفاه يومه فيه؟ الكورنيش كله دبابة فارغة وريحته كلها مزلوط. هيك هو مالا سيدي اني نجز نعمل خطسة ونطلع عند خطة في المطير. هيك هو مالي شد الدار وترصفهم. هيك هو ايش بالرب سيدي برا نطلع للشفار وقل لي نطلع معايا صنارة. لا تشد رحمة بويا تشد والكعبة قد دكة زادة ولا في طولك. يا بيه مالا سيدي فاي الشفار. يا ولدي الكعبة قد دكة مش حوت راه. مالا شنو سيدي؟ اي سيدي الكعبة اللي قد دكة الضريع. اي سيدي تصيون نار راح. اي برا نصبوا الفين نستنص ليبيا وننطلقوا. شنو سيدي ماشيين ليبيا؟ نمشيو لصاحبي الشبروش عنده سلعة بيها. وانت ليش سيدي تصب في استنص ليبيا؟ ما تصب بالكياسك عادي كل العباد. كيف العام يزيدونا بالمرتين بالثلاثة يولي يأكد إستانس ليبيا أرخص. أي برا برا مشي مشي. أبي 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 أي أركب أركب. وضي تقول لي ميتور وش بيك يا جلد على ضم. يا ولدي هدي حاضطها هكك بيش ما يسرقوش فهمتي. ما والله أنت طلعت مصور. يا قادم لينا وما تفارق تونسنا البيا ولا ما تجينا الشرطة ولا ما تجينا الشرطة ولا ما تجينا وتذوق مريقص بقصية عباد الله ترارارارا. وركب المطور اللي صغار اللي حجب العيون سلم على الشفار. شيخنا والله شيخنا مال المطور ومال ايه. البوجي مشيت. أي وقيلة مش مبتو هون. أي نقصة لياسك العتبة هذا كله منك. والله يا وقت برتك أنت ذي. توا زيد يا ولدي قول يا ربي جيب لنا وليد حلال وبرا. أي شنو يا صاحبي؟ عوقت بيك المطول. يا ولدي بعد اللي هز معايا عتبة. أي حصل لي الفاضك سيدي قال له عتبة. يا ولدي هو جيل الصحيح قياس الشفار شي مجا عنده عام في أشغال ولسمع وضيق بيم الدنيا جايبين مقاول بتزير ما عجبهم شون اللي عنا. ايش بيه لبس بس عاو قتلك. يا ودي كنا ماشيين لبس علينا اخر بوجي نوضب. ما تقولش مش نشوف لك بوجي ويجي كي اقشل لي هون بر الله يرحم والديك. يا ودي خير من اللي مبتهم.